تهجير ولا توطين لا تهجير ولا توطين ولا دولة يهودية حتى العودة لفلسطين ومن غزة تحية من غزة تحية نحتشد اليوم في غزة ورام الله ونحن متسلحين بوحدة شعبنا لنحيي اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل ولنؤكد على وحدة قضية شعبنا وحدة حقوقه في كافة أماكن تواجده وفي القلب منها حقوق أهلنا في داخل الكيان الإسرائيلي الغاصب بما في ذلك حقهم بالعدل والمساواة في وطنهم الذي ليس لهم وطن سواه لا أبية لن نقابل أبية ولا تهجير ولا توطين إن القوى الوطنية والإسلامية تهيب بكافة القوى السياسية والاجتماعية في العالم دعم وإسناد نضال شعبنا والوقوف بحزم في وجه السياسات والممارسات الإسرائيلية العنصرية بالعمل على مقاطعة إسرائيل